إذا قيل ما هي الآية التي عاتب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم ما بين أن أسلموا إلى أن مضت عليهم 4 سنين؟ وكيف نطبقها على واقعنا؟ فقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما بين إسلامنا وما بين أن عاتبنا الله إلا 4 سنين، إذ قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انظر كيف يكون القرآن مزيداً ومكثراً للإيمان في قلب الإنسان، وسبباً بإذن الله في إعراضه عن الغفلة. فما ظنكم في هذا الزمن الذي لم يقرأ فيه كتاب الله عز وجل؟ إذا كان الله عاتب من؟ عاتب الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم، فما ظنكم بهذا الزمن الذي لا يقرأ فيه كلام الله عز وجل، وإنما يقرأ فيه في جل وفي معظم الأوقات من معظم الناس، وللأسف يقرأ فيه كلام البشر، فكيف يتغذى قلبك؟ كيف يخشع قلبك؟ كيف تخضع جوارحك؟ كيف تدمع عينك وأنت لا تقرأ كلام الله عز وجل؟ ولذا ما الذي بعدها؟ ماذا قال؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أنه جل وعلا يحيي الأرض اليابسة الجافة بماء المطر، كذلك تنبهوا فإن هذا القرآن بمنزلة الماء الذي يحيي القلوب ويزيدها حياة وإيمانا. لكن إن بقي الناس على ما هم عليه في مثل هذا الزمن من الولوج العميق في وسائل التواصل، من قراءة كلام البشر وتتبع الأخبار، أخبار السياسات أو أخبار الشخصيات أو قل ما تشاء، فاعلم بأن الناس على خطر. ولا تقل إن قلبي قسى، لا تقل إن قلبي قسى، وكلام الله واضح. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما الذي بعدها؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ماذا صنعوا؟ أعرضوا عنه فطال عليهم الأمد، طالت عليهم السنوات وهم يبحثون عن غير ما أنزل الله، فلسفيات منطقيات، يبحثون عن أفكار، يبحثون عن متابعين، يبحثون عن قيل وقال، فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن وأعرضوا عن هذا الكتاب. فما الذي جرى؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم بعد ذلك نبه جل وعلا على أن يعود المسلمون إلى كتاب الله عز وجل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ محذراً للناس من الدخول العميق والإشغاف بما عليه أهل الدنيا مما يكون في إنستغرام أو في فيسبوك أو في تويتر أو ما شابه ذلك مما يتكاثر به الناس من الأمتعة، من متع الدنيا، من ملاذها. ماذا شرى فلان؟ ماذا فعل فلان؟ أين سافر فلان؟ أين ذهب فلان؟ حتى لم ينظر الناس إلى أقربائهم، وإنما نظروا إلى أثر الأثرياء لأنهم يتابعونهم. ما الذي بعدها؟ اقرأ كلام الله فتسعد ويسعد قلبك. لما حذر من ترك القرآن والذي بتركه تقسو القلوب، ما الذي ذكر بعد ذلك؟ قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب مثل ما يفعل
معظم وللأسف أو كثير من شبابنا من أبنائنا بهذه الألعاب التي وجدت وتنوعت وتكاثرت ويقضون فيها الأوقات الطويلة. هذا لعب لعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا في نفس السورة وبعد هذه الآيات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يقول ابن القيم رحمه الله: اللعب يكون بالجوارح، أما اللهو يكون في القلب. إذا لها قلبك بما تراه في وسائل التواصل مع الإعراض عن كتاب الله عز وجل يحصل لك الشقاء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر عندي كذا وعندي كذا وصور كذا أري الناس كذا، وتكاثر في الأموال والأولاد. ماذا لدى فلان من الأرصدة؟ ماذا لديه من متع الدنيا؟ كمثل غيث، مثل مطر أنزل، مثل مطر أنزله الله فاخضرت الأرض كما نرى. إذا قدر الله عز وجل زمن الربيع، ما الذي بعدها؟ ماذا تصبح الأرض؟ هذه الدنيا بمثابة الغيث الذي ينزل على الأرض ثم تيبس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، النتيجة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ما الذي بعدها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي بعدها؟ سابقوا، ليست المسابقة في هذه الدنيا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق، وأن يملأ قلوبنا إيماناً وخشيةً وخشوعاً له عز وجل، وأن يجعلنا من المقبلين على كتابه قراءةً وتدبراً وتأملاً وعملاً واستشفاءً وتحاكماً.